الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 33 تحت عنوان نظرية الوهم والتبعية، Theory of Illusion and Dependency، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكل أحبة الطلبة في الوطن العربي الكبير وكل المتابعين حيثما كانوا في أي مكان. وعلى بركة الله نبدأ. نظرية الوهم والتبعية. أبدأ بقصة خيالية تحت عنوان عقد الذهب، ووضعت هنا المرآة، هذه الوعاء الذي يحتوي على وردة، وأمامها المرآة. يقال بأن أميرا في منطقة ما كان له ابنة جميلة زوجها، وفي ليلة زواجها أهداها عقدا من الذهب الخالص. لكن في خضم الفوضى التي حدثت في القصر خلال حفلة الزواج، فقدت عقد الذهب، فحزنت حزنا شديدا وطلبت من أبيها أن يبحث، أن يعطي جائزة لأحد الرعايا الذي يجد عقد الذهب. لم يجد هو أحد. في يوم من الأيام كان راعيا يسير قرب جدول من الماء الآسن، وفجأة رأى عقدا من الذهب في قاع الجدول، فغمس يده لكنه لم يتمكن من حصول على شيء. ثم غمس يده ثانيا وثالثا وعدة مرات، وأخيرا يأس فغمس كل جسده، وكان الجو باردا لكنه لم يتمكن من التقاط العقد. فخرج حزينا، وكان البرد شديد فكاد أن يموت في تلك اللحظة. في ذلك الأثناء مر رجل عجوز حكيم، فنظر إلى ذلك الراعي الذي غمس نفسه في الماء الآسن، وقال له: ماذا تفعل يا بني؟ قال له: أنني أبحث عن عقد الذهب، إذ انظر هناك في قاع الجدول أن العقد هناك لكنني لم أتمكن، فأرجو أن تساعدني. فقال له: لقد توهمت، عقد الذهب هو موجود على غصن شجرة أعلى النهر، فكأنما النهر أو ذلك الجدول الآسن يعكس يعني عقد الذهب وكأنه فيه. فتوهم ذلك الراعي بأن عقد الذهب هو بالنهر لكنه كان على غصن الشجر. من هنا نشأت هذه النظرية التي شاركت بها شخصيا، نظرية الوهم والتبعية، وأخذت هذه القصة كمقدمة عن الوهم الذي ينتاب كثير من الدول الفقيرة باعتبارها جزء من منظومة اقتصاد عالمي فيه ظلم شديد وفيه تبعية شديدة. ولنبدأ. كثير من الدول لا تفرق بين استراتيجية أو برنامج، فهل هناك استراتيجية تنموية أم برنامج تنموي يراد به باطل ضد الدولة الفقيرة؟ لابد من التفريق بين استراتيجية وبرنامج. وأمد طويل وأمد قصير، كل شيء قابل للتغير في الأمد الطويل، هذه قاعدة في الاقتصاد. النموذج المتبع، تكمن مشكلة التنمية في حال الدول الفقيرة فيما أطلق عليه نظرية الانحباس Entrapment Theory، والانحباس هو الوهم المشار إليه سابقا. المقصود بالانحباس في هذا السياق أن الدولة الفقيرة اللانامية مستغرقة، وأرجو التركيز هنا، مستغرقة في مصيدة الوسائل التقليدية، فالمخططون فيها غارقون في الأدوات ذاتها التي صممها العقل الغربي، وهي زيادة في الاستهلاك بواسطة حلقة الادخار، الاستثمار، الصادرات، وأخيرا النمو، وهكذا، وهو النموذج التقليدي. المستحيل، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف وصف نموذج تنموي معين لكل دولة بشكل أفقي. خصوصيات الدول تشبه إلى حد ما خصوصيات الأشخاص. هناك ظروف وأحوال خاصة بكل دولة، تاريخية، سياسية، ثقافية، أنثروبولوجية، بشرية، سكانية من حيث الحجم، موارد، وإدراك ووعي بالذات الجمعية. والله واسع عليم، أرجو التدقيق في هذا المعنى الآن. على مدار 150 قام علماء الكيمياء العناصر وتفاعلاتها، والفيزياء خواص المواد، والأحياء الكائنات، والجغرافيا وطبقات الأرض، والطب وعلم وظائف الأعضاء، والسكان والاقتصاد، كل في مجال تخصصه، ببحث ودراسة تماثل الأشياء التي يدرسون أشكالها
وأوصافها وسلوكياتها، ولم يجد أي منهم أي تماثل بين شيئين اثنين مهما كانا، حتى أن حبات رمال البحار لا تتماثل من حيث الشكل أو الوزن أو الحجم، تتشابه بالخواص فقط لكنها لا تتماثل. سبحان الله رب العرش العظيم. لكل بلد نموذج اقتصادي خاص به. يعتمد النموذج الاقتصادي المناسب للدولة تحت الدراسة على خليط من عوامل متداخلة: النظام السياسي، الاجتماع الحاكم، السكان، الموقع الجغرافي، الموارد الاقتصادية المتوافرة بما فيها رأس المال البشري، وأخيرا الثقافة السائدة. تصنيف الدول: هناك دول تتصف بأن فيها بشر بلا موارد، وهناك دول أخرى تتصف بأن فيها موارد بلا بشر. طبعا هنا نتحدث عن العدد النسبي، بشر كثيرون لكن موارد قليلة، هنا موارد كثيرة لكن بشر قليل، لكن بشر قليلين، وهنا بشر كثيرون وموارد كثيرة. إذن هذه النماذج الثلاثة عن تصنيف الدول: بشر بلا موارد، موارد بلا بشر، وبشر وموارد. اقتصاد بشر بلا موارد، مظاهر هشاشة هذا الاقتصاد تابع ويعتمد بشكل أساسي على بعض الموارد الإنتاجية المستوردة وهي غير آمنة للانسياب نحوه. يعتمد على بعض الموارد الإنتاجية المحلية التي تعاني من مشاكل هيكلية مثل القوى العاملة. مدخلاته المؤسسية، كأن نقول القانون الحاكم في البلد أو العادات والتقاليد، هي غير مناسبة. حكم القانون على سبيل المثال غير مناسب. اقتصاد بلا موارد، نظرية الأخفال interlocking theory، ومفادها أن السلطة والقوة بأشكالها المتعددة يتم توارثها بين أجيال النخبة، الدولة، الشركة. يعني هي مثال على اقتصاد بشر بلا موارد. هذه الحالة كانت مما ابتدعته الفاشية في إيطاليا في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ومفادها أن شركة كبرى تدير كل مصالح الدولة الاقتصادية بما فيها الشركات الصغرى. كيف نخطط أو تخطط، لابد أن تعرف أين أنت. لنأخذ دولة فقيرة حديثة، فهي جزء من ترتيب دولي. تبلور هذا الترتيب منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية في العام 1864، وإن لم تبرز الولايات المتحدة كقوة إمبراطورية حتى تلك اللحظة، لكن هذا التاريخ يعد مفصلا أساسيا في العلاقات الدولية. ظهر الترتيب على شكل نظام سياسي اقتصادي منذ بداية القرن العشرين الماضي. تم بموجبه تقسيم العمل الدولي بالقسر والإكراه، وهنا بيت القصيد. تقسيم العمل الدولي، أي لكل دولة وظيفتها في هذا النظام الاقتصادي السياسي العالمي. تصنيف الدول: تصنف الدول في إطار التبعية. هناك دولة تشبه المدينة المكتظة ولها دولة تابعة أو مدينة تابعة، دوارة نسميها، وهنا دولة مهيمنة، وهنا تابعة، وهنا دولة المركز، وهنا دولة الطرف. إذن هذه ثلاث أشكال، لكن يبدو أنه الشكل الأخير اللي هناك المركز والطرف هو الآن نظام مهيمن على الاقتصاد والسياسة على المستوى العالمي، وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. النظام الدولي وتقسيم العمل: ننظر إلى هذا الشكل، نعتبر أن هذا هو العالم الذي نعيش به الآن. هناك ثلاثة مكونات لهذا العالم. المكون الأول هو المركز، المكون الثاني هو أشباه الأطراف، بمعنى آخر المركز في حالة النظام الاقتصادي والسياسي العالمي الراهن هو الولايات المتحدة، بريطانيا أو النظام الأنجلوساكسوني اللي هو أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا، بريطانيا وجزء من شمال إيرلندا، أستراليا، نيوزيلندا وجزء من جنوب أفريقيا. الآن هذه الأطراف، الدول الفقيرة التي تدور هنا، بعض الدول كأن نقول بعض دول أوروبا الغربية، ربما اليابان وألمانيا قد تكون قريبة من المركز، لكنها ليست مركز صنع القرار على المستوى العالمي، فقد تكون هي إما طرف المركز
أو أنها يعني قوية بأشباه ما يسمى أشباه الطرف. الآن المركز يحصل على السلع الأساسية من الأطراف، المركز يرسل سلع مصنعة إلى الأطراف، هنا يدفع ثمن رخيص جدا مقابل هذه السلع الأساسية، لكن الأطراف تدفع ثمنا باهظا مقابل السلع المصنعة. ثمن السلع الأساسية الآن يذهب من المركز إلى الأطراف، وثمن السلع المصنعة يذهب من الأطراف إلى المركز، وبالتالي هنا ننظر إلى الفرق بين السعرين. ما يعني الآن الدول الطرفية تبقى تابعة للمركز إلى أن يأتي الله بأمره. تفاصيل النظام وآلية عمله. المركز، طرف المركز، مركز الطرف وطرف. الآن يعني كأن نقول الآن العالم مجزأ إلى أربعة أجزاء أو أربع أجزاء. المركز هو الأساس، طرف المركز معنى الدول القريبة من المركز من حيث القوة والهيمنة والثقافة وما شابه، وهناك مركز الطرف كأن نقول الصين باعتبارها دولة ليست يعني مركزية لهذه اللحظة، لكنها أقوى الدول الطرفية، والطرف هو الجزء المهمش من هذه الدول التابع بالمطلق لكافة دول وخاصة دول المركز. هنا طبقة عاملة، انظروا يعني الآن طبقة عاملة تشكل الجزء الأكبر من المركز، وهنا طبعا الطبقة الغنية لكن سأشير إليها بعد قليل. إذن هذه الطبقة العاملة، فعندي طبقة غنية هنا، لذلك هي تساوي جزء قليل جدا من مجتمع الدول المركزية، وعندي الآن هناك طبقة غنية في طرف المركز، وهنا طبقة غنية في مركز الطرف، وأخيرا طبعا في هذا التفصيل عن الطبقة العاملة هناك طبقة عاملة في الطرف. سبحان الله، كل الطبقات العاملة في هذه الأجزاء المتوافقة والمتنافرة بالذات نفسه، أن الطبقات الغنية تتعاون مع بعضها البعض حتى تديم الوضع القائم من أجل مصالحها. من الطبقة العاملة هي الأكثر في كل جزء. الآن الطرف يخدم مركز الطرف، ويخدم طرف المركز، ويخدم المركز، في حين أن مركز الطرف يخدم المركز ويخدم طرف المركز، والآن طرف المركز يخدم المركز، وتتشابك الأحوال. الطبقة العاملة في كل هذه الأحوال متناثرة لا تتفق مع بعضها البعض، كذلك الأمر هنا. وبالتالي الآن الطبقة الغنية في كل مكان من حيث وجودها، سواء بالمركز أو بالطرف أو بمركز الطرف أو بطرف المركز، تتعاون حتى إبقاء الوضع الراهن في النظام العالمي الذي يسيطر عليه المركز ويستفيد منه الأغنياء في كل مكان. التبعية وأشكالها. التبعية الآن يمكن أن تكون ثقافية، يمكن أن تكون اقتصادية، ويمكن أن تكون سياسية وعسكرية طبعا، لكن هناك تبعية تشمل كل هذه الأبعاد. فالتبعية الثقافية هي عبارة عن تقليد يتبعه أبناء الدولة التابعة، وطبعا السلوك. سبحان الله، حسب نظرية ابن خلدون بأن المهزوم يحب أن يقلد ثقافة المنتصر. الآن التبعية الاقتصادية عندك في الاستهلاك وفي إنتاج، فهنا معظم استهلاكه يأتي من المركز ومعظم إنتاجه يذهب إلى المركز، وبالتالي التبعية جاية من طرفين، استهلاك وإنتاج. وسياسية طبعا عندي التبعية توافق مع المركز وخضوع أو التزام بما يمليه عليه المركز. تبعية اقتصادية، تنمية اقتصادية مشوهة طبعا عند الآن عندما تكون دولة تابعة. نأخذ على سبيل المثال الأردن كمثال، التنمية الاقتصادية مشوهة، معرفة بدلالة الآثار الخارجية السياسية والاقتصادية والثقافية التي تظهر أعراضها في اقتصادات الدول الطرفية. ظروف تاريخية أدت إلى تشكل اقتصاد العالم على نحو أدى إلى ارتقاء دول وانحطاط أخرى، بحيث ارتبط مصير الفقير بما يقوم به الغني، أي جعل رفاء الفقير مرتبطا بمزاج الأغنياء.
التبعية باعتبارها سيرورة process دائمة قائمة على نظام يعمل على مدار الساعة لترسيخ الأمر الواقع. تقسيم العمل على المستوى الدولي أدى إلى ترسيخ دور الدول على النحو الراهن. تدويل الرأسمالية internationalization of capitalism أي جعلها نظاما عالميا حاكما. نظرية الانحباس ترام الثيري الدولة الطرفية باعتبارها طريدة لمفترس أعظم قوة وسطوة وهو المركز. التبعية باعتبارها جزءا من جوانية تفاعل المركز مع الأطراف. تتدفق الأموال والبضائع من المركز للأطراف لكن مجالات تخصيصها يبقى بيد المركز على شكل قروض أو مساعدات مثلا. تبعية اقتصادية تمسك المركز بمبدأ الميزة النسبية التخصصية من أجل إخضاع الأطراف. ليس هناك أمل للدولة الطرفية أن تعتمد على ذاتها لأن الظروف الراهنة للتبعية تديم نفسها بنفسها self-perpetuating process. التبعية جزء لا يتجزأ من هيكل حياة الأمور حسب مبدأ لينين الذي سنذكره في أحد المقاطع القادمة إن شاء الله. التبعية تنشأ بصرف النظر عن هوية الدولة المهيمنة وهذه العلاقة تكرس حالة فقر الفقير وغنى الغني بصرف النظر عن ماهيته عن دينه وعن عرقه. التبعية تكرس الاندماج القسري للطرف مع المركز بعلاقة السيد مع العبد. كل ما تطمح إليه الدولة الطرفية هو أن تخاطب وعلى استحياء قضايا الفقر المحلية من خلال محاولات ومجالات تسكينية إذا كانت فقيرة أو أن تهتم بنمط استهلاك معين إذا كانت غنية. لأنه بعض الدول الطرفية بتكون غنية عندها ثروة طبيعية كبيرة وبتبيع منها حتى تنفق لكن بيكون نمطها الاستهلاكي مشوه وما فيش عندها هيكل إنتاج حقيقي. هناك نمو اقتصادي في الأطراف وليس هناك تنمية. لكل ذلك لا تؤدي جهود الطرف إلا إلى تنمية لا تنمية وهو من أخطر هذا المصطلح من أخطر المصطلحات التي تبناها نظرية الانحباس. تنمية لا تنمية أي بمعنى جهود الدولة الطرفية كل جهودها نحو تحقيق الرفاه الاقتصادي تؤدي إلى افتقارها أو فقرها أفقارها إفقارها وهكذا حتى تصبح فقيرة جدا وتركع أمام جبروت المركز. المستحيل مرة أخرى في ضوء ما تقدم لا يمكن تحقيق أي نوع من التنمية الحقيقية إلا إذا حققت الدولة الفقيرة الشروط المطلوبة. الشروط المطلوبة في المسألة الاقتصادية لا يمكن للدولة الفقيرة أن تحقق مرادها في التنمية إلا إذا توافرت كل الشروط المطلوبة بشكل آني ويتناسب بعدها عن الهدف طرديا مع عدد العوامل المطلوبة غير المحققة. الآن هذه نظرية ما يسمى بالعوامل المحدة. لابد من أن تصبح ثقافة اجتماعية منتجة بالدولة الفقيرة وهي الشروط التي ذكرتها. يجب أن تتبنى دستورا عصريا فاعلا، تعليم عام متطور، تعليم عال معاصر، صحة وتكنولوجيا. هذا البرميل اللي هو البرميل الليبنج إزالة العوامل المحدة. بمعنى آخر لو نضرب مثال بسيط على أنه إنسان يأكل كل أصناف الطعام الطيبة ويمارس الرياضة ويأخذ كل أنواع الفيتامينات لكن لا يأخذ فيتامين سي على سبيل المثال أو لا يعني جسمه لا يمتص مهما الآن أكل وشرب وتمتع بحياته لكنه لا يمكن أن يبقى بصحة وعافية لأنه نقص من طعامه أو العوامل التي تبقي على صحته عالية المستوى وهو فيتامين سي كمثال. وبالتالي هنا يصبح ما يسمى بالعامل المحد يعني نقصان فيتامين سي في هذه الحالة يصبح عاملا محدا من نمو ذلك الشخص. كذلك الأمر ينطبق على الاقتصاد. مكونات استراتيجية الاستراتيجية التي أدعو إليها في نظرية الانحباس ثقافة مجتمعية حاضرة للإنتاج تقدس الوقت وتقدس كرامة الإنسان، دستور معاصر، تعليم عام راقي، تعليم عالي راقي، صحة وتكنولوجيا. المقطع القادم لنا طبعا شكرا لكم على حسن المتابعة. المقطع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حول نظرية الاقتصاد المؤسسي Institutional Economics. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية
من أجل تعميم لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن، لغة الضاد. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.